مرحبا بكم في هذا الشرح حول تنصيب منصة نوتجاز على الحواسيب المضمنة أورانج باي لايت. فأورانج باي لايت أورانج باي هو شبيه بالحاسوب المضمن رازبيري باي، بالفرنسية أورديناتور أمباركي، وبالإنجليزية Embedded System أو SBC. SBC Computer Ordinateur à carte unique. فهو حاسوب في رقاقة صغيرة. هذا الحاسوب يستهلك طاقة أقل ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات. فرازبيري باي هو أشهر هذه الحواسيب المضمنة. في هذا الشرح سنتعرف على كيفية تنصيب منصة نوتجاز على الأورانج باي لايت. هذا الأورانج باي لايت، أورانج باي لايت هو حاسوب مضمن بمعالج الوينر اش 3 كواد كور 512 ميجا في الذاكرة. هناك مشكل في الموقع الرسمي، لا يهم، هذا هو الموقع الرسمي لرازبيري باي حاسوب المضمن. أول شيء تقومون به هو تنصيب نظام اشتغال على الـ SD كارت. فنظام الاشتغال فهو الـ ARM بيان أورانج باي لايت. تقومون بتحميل الـ ARM بيان، فهو دوبيان خاص ب معالج الاي ام، تبحثون عن البوردة الخاصة بكم اورانج باي لايت هذا. تقومون بتحميل نظام الدوبيان الخاص به ومن ثم حرقه الى SD كارت باستخدام تعليمات DD أو HR على الويندوز. من ثم تقومون بتحميل بالضغط على Others ومن ثم اختيار الIRM. فالIRM 32 بيت يحتوي على 3 أصناف، النسخة 6 والسابعة والثامنة. فالأورانج باي لايت أورانج باي لايت يحتوي على كورتكس A7 فهو بمعالج A7 وهو ما يعادل النسخة الثامنة. نختار النسخة الحديثة. ومن ثم ندخل على الحاسوب المضمن لتنصيبه. الآن قمنا بالدخول على هذا الحاسوب المضمن. نذهب إلى مكان التنصيب. قد قمت أصلا بتنصيب النسخة 10، يعني هنا سنقوم بتنصيب النسخة 11.
وندخل على المجلد على مجلد وين ونكتب تعليمات نوت. كما تلاحظون فمنصة نوت جي اس تشتغل على حاسوب المضمن اي ام كورتكس 7، فهو معالج ب كواد كور. الان ما عليكم سوى اضافة هذه السطر الى مجلد الباش اكس بهذه الطريقة، ومن ثم تحصلون على نسخة نود شيز. فهذا الحاسوب هو حاسوب ب 512 ميجا في الذاكرة و 4 معالجات. فالتنصيب فهو سهل جدا، فقط تقومون بتحميل النسخة الخاصة بالنظام ووضعها في المكان المناسب وإضافة المسار على متغير بات. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وشكرا.